الكلام اللي هو القديم بس كده نشرحه. حد عارف يعني ايه بين انتجريت فانكشن؟ خلينا دي نسميها اف اوف اكس، ودي هي اكس ودي هي واي. بسرعه بس كده عشان نتكلم يعني ايه انتجريشن ويعني ايه دبل انتجريشن. كنا بنجيب ايه بالظبط؟ كنا دايما بنقول ان احنا عندنا تكامل اكس بيساوي مثلا صفر، الاكس بيساوي 10، وهي دي الفاليو الصفر ودي ال 10. تكامل اف اوف اكس دي اكس، يعني كنت بجيب ايه؟ الاريا اللي تحت. طيب حد عارف دلوقتي لما بنكامل دبل انتجريشن دلوقتي ما بقتش فانكشن في اكس، بقت فانكشن في اف اكس وواي، دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، يعني في حاجه بتتحرك في الاكس وحاجه بتتحرك في الواي. هنا من اكس بيساوي كذا لحد اكس بيساوي كذا، من واي بيساوي كذا لواي بيساوي كذا. حد عارف هي حتى ممكن بالتقريب كده تجيبوها انتجريشن واحد كنا بنجيب اريا، حد متوقع الاكبر من اريا لما نعمل دبل؟ بالظبط. الحقيقه الدبل انتجريشن انا كنت يعني بشرحها للناس بشكل كده مبسط شويه، هي الدبل انتجريشن بالظبط اللي تحت عندك بدل ما هو كان اكس بس بقى اكس وواي، يعني اعتبره دي كده هي البلين اللي تحت هو اكس وواي. سي مثلا خلوه هو الريكتانجل كامل، يعني الاكس مثلا من 0 ل 10 والواي من 0 ل 5، هي دي. طيب التكامل بالنسبه لي بقى ايه دلوقتي؟ بقى اللي فوق دي هي فانكشن في اكس وواي، يعني ما بقتش معادله خط، بقت معادله بلين بالظبط. زد بيساوي اف اوف اكس واي، فكانها بقت عامله كده. يبقى حد عارف الدبل انتجريشن وانا بجيب ايه؟ الفوليوم اللي ما بين ده وده. فاهمين كده يعني ايه دبل انتجريشن؟ طيب تاني، دي تحت هي الحاجه اللي في الاكس والواي، زي هنا كان اكس من 0 ل 10، هنا بقت حاجه في ال 2 دي، حاجه في الاكس وحاجه في الواي. دي معادله زد ايكوال اف اوف اكس وواي، معادله مستوى، مستوى عامل كده بقى معوج باي شكل. يعني ايه دبل انتجريشن؟ معناه ان انا بجيب الحاجه اللي ما بين ده وده، الحاجه اللي ما بين ده وده هتبقى اريا ولا فوليوم؟ فوليوم، هو ده. فوليوم. انا بشرحها لك بس عشان نحاول ما نحفظهاش يعني. طيب خلينا نبدا كده نحل الاسئله. على فكره هو المالتيبل انتجرال كلها الافكار فيها هي افكار بسيطه. ازاي بنعمل الدبل انتجريشن؟ الحقيقه الدبل انتجريشن ما تفرقش حاجه عن السنجل انتجريشن. خلينا نبدا نحل كده الاسئله، الاسئله كده عشان نتفق بس. الاسئله كلها هنعمل لها سكتش. يعني ايه كلها هنعمل لها سكتش؟ بالظبط، هنرسم كل الحاجات عندنا، محدش يروح يحل الانتجريشن على طول، دايما روح ارسمه الاول، ارسم بعد كده حل براحتك. طيب اول سؤال كده بصوا كده عليه. عندنا هنا هو بيقول لي الدبل انتجريشن بتاع 3 على ال 2 اي تو ذا باور واي على روت اكس دي واي دي اكس. حد عارف هو مين ال 0 للروت اكس ومين ال 1 لل 4؟ مين الليميتس دي؟ تمام، هي دي بتاعت الاولاني بتاعت الدي واي. لا هي بص، هي الترتيب مش محفوظ، الترتيب هو على حسب كاتب لك مين. تمام، دي من اول واي بيساوي صفر لواي بيساوي روت اكس، الدي اكس يبقى الاكس من كام لكام؟ من 1 ل 4. طيب ايه اللي بنرسمه في الكلام ده؟ هنا مش بنرسم ال 3 دي، بنرسم بس الريجن اللي انا بكمل عليها، برسم الجزء اللي تحت، فاكرين؟ طيب الجزء اللي تحت كده تعالوا نرسمه كده مع بعض ونشوف الكلام ده معناه ايه، وبعد كده هقول لكم على فكرة تانية في الدبل انتجريشن. ادي الاكس وادي الواي، دي معادلة واي ايكوال صفر، مين واي ايكوال صفر ده؟ حلو قوي، يبقى ادي أول حاجة كده، معلش هتقلها كده، مكملة طبعا لحد الانفينيت. طيب بعد كده معادلة واي ايكوال روت اكس، احنا نرسم كل الأربعة كل دول بالظبط، واي ايكوال روت اكس نرسمها كده، هي طبعا المفروض مكملة يعني بتزيد، واي ايكوال روت اكس هتبقى بالشكل ده. طيب اكس بيساوي واحد، هو فين اكس بيساوي واحد ده؟ تمام، اجي عند الواحد واشد خط فيرتيكال، خدوا بالكم كده معلش انا هتقل على الحاجات تاني، ادي الخط ده واي بيساوي روت اكس، طبعا هنا وهنا، وادي اكس ايكوال 1 وادي واي ايكوال 0، فين بعد كده اكس ايكوال 4؟ حلو، عند 4 واشد خط، خلينا نعتبر معلش ان المسافه دي هي 3،
دايما دايما لما تيجي ترسم رسومات وفي انترسكشن ما بين خطوط، جيب البوينت اوف انترسكشن على طول. يعني هنا عند اكس ايكوال 1 بتقطع خط واي ايكوال روت اكس، يبقى روت 1 بكام؟ حلو قوي، بواحد. عند 4 اوكي، ادينا حددنا بس شويه حاجات كده، خلي النقط دي معانا احتياطي، ما نعرفش هنعمل بيها ايه. طيب الفكره، فاكرين تحت انا قلت لك عندك ريكتانجل، عندك سيركل، عندك تريانجل، يبقى لازم الجزء اللي تحت ده يكون حاجه اسمها باوندد او يكون ريجن، يعني يكون حاجه مقفوله ولا مفتوحه؟ مقفوله. مقفوله باوندد، كلمه باوندد يعني حواليها باوندريز، باوندريز يعني حدود. طيب فين الحاجه اللي محدوده بالخط ده والخط ده والخط ده والكيرف ده؟ حلو قوي، يبقى هي دي الريجن، هي دي اول حاجه بنحددها. دي بالنسبه لك كده هي الريجن اللي انت هتكامل عليها، تمام كده؟ يعني انا بكامل الثلاثة على الاثنين e to the power y على root x على انهي ريجن؟ الريجن دي. طيب حاجه انا هشرحها معلش مقدما كده عشان بعد كده نسهل على نفسنا في الحل. في التكامل لما بتكامل في ال 2 دي عندك حاجه من الاثنين، يا بتاخد يا شريحه هوريزونتال يا شريحه فيرتيكال. يعني ايه شريحه ويعني ايه هوريزونتال ويعني ايه فيرتيكال؟ هشرح لكم الموضوع ببساطه شويه. عارفين ازاز العربيه والمساحات؟ المساحات بتتحرك ازاي؟ كده عشان تغطي ايه؟ حته. اعتبر المساحتين دول هم السلايس بتوعك، بس بيتحركوا بزاويه كده عشان يغطوا مساحه. طب ايه رايك لو انا قلت لك عندك حاجه بالشكل ده ريكتانجل، وجيت اخدت شريحه صغيره خالص عامله كده، الشريحه دي قعدت احركها ايه؟ فوق وتحت، هغطي الريجن دي ولا مش هغطيها؟ هغطيها. نفس الكلام لو اخدت شريحه ايه؟ فيرتيكال. لو اخدت شريحه هوريزونتال حركها تحت وفوق او من تحت لفوق، شريحه فيرتيكال، تمام كده. طيب حلو قوي اللي انتوا بتقولوه ده، كده احنا خلصنا الدبل انتجرال. يعني ايه خلصنا الدبل انتجرال؟ بدون مبالغه كده خلصناه. تعالوا نبص على حاجه، لو الدي واي، ركزوا كده في الحاجه بتاعت الدي واي، لو الدي واي يبقى الشريحه شكلها هي الواي، هي عباره عن ايه؟ فيرتيكال اكسس، صح كده؟ يبقى خد الشريحه بالمنظر ده، شريحه كده فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. هحركها شمال ويمين، هلاقي الحته اللي فوق دي خبطه في كيرف، صح؟ دي بتتحرك مع الكيرف. يعني ايه؟ لما تيجي هنا هتقصر ولا هتطول؟ تقصر. لما تيجي يمين قوي تطول. فاهمين الحته دي؟ طيب حاجه كذا حاجه كده عشان نكتب الانتجريشن ده، بعد كده هكتبه لكم برضه بطريقه ثانيه. الشريحه دي الفيرتيكال بتبقى خابطه في حته من تحت وحته من فوق، صح كده؟ وبتتحرك في الاكس من الشمال لليمين. ثاني، شريحه فيرتيكال يعني خابطه في حته من تحت وحته من فوق، وبتتحرك من اول اكس بيساوي فاليو لحد اكس بيساوي فاليو، صح كده؟ تعالوا كده نكتب الحاجه ونشرحها. حد يعرف هي خابطه تحت في مين؟ شايفين ده عباره عن ايه؟ ده واي بيساوي زيرو، هو ده واي بيساوي زيرو. يعني الشريحه الجزء اللي تحت بتاعها هو الليمت بتاع الانتجريشن مين؟ اللي تحت. طب تعالوا كده نطلع للي فوق، اللي فوق دي معادله واي ايكوال ايه؟ هتلاقوا دي برده معادله واي ايكوال روت اكس، صح كده؟ طيب الشريحه دي عشان تغطي الجزء ده بتتحرك من اول اكس بيساوي كام؟ واحد لحد اكس بيساوي اللي هي الليمت بتاعت مين؟ الناس فاهمه كده، لقطت كده هي معناها ايه الدبل انتجريشن، بنرسم ايه وبنربطها ازاي بالريجن؟ طيب بيجي حته تركه دايما في الدبل انتجرال، ساعات بتظهر ان انت بتلاقي التكامل الاول بالنسبه للواي صعب، فتقول انا عايز اكمل الاول بالنسبه لمين؟ طيب يبقى انا لو عايز اقلب حدود التكامل، يبقى انا بتكلم بدل ما شريحه فيرتيكال هتكلم على شريحه ايه؟ انا خدوا بالكم لسه ما اهتمتش بالانتجريشن دلوقتي، بس بقول لكم الرسم عامل ازاي. طيب اللي جوه ده ما بيتحركش، ده زي ما هو بالظبط. طيب فاضل هنا ان انا اكتب بدل من واي بيساوي زيرو الواي بيساوي روت اكس، واكس من واحد للاربعه، ساعتها هتبقى الاكس من حاجه في الواي لحاجه في الواي، والواي هي اللي هتتحرك من رقم لرقم. برضو حاجه معلومه، واي من رقم لاكس، هل الاكس ممكن تكون من رقم لواي او من واي لرقم؟ لا، طالما انا خلصت الانتجريشن بالنسبه للواي، يبقى الاكس ما ينفعش يظهر فيه وايات، لازم يكون عباره عن ايه؟ ارقام. طب تعالوا كده نقلب الشريحه وقولوا لي هتتحرك ازاي. تعالوا نراجع كده الشريحه الفيرتيكال، كانت خبطه تحت وفوق وبتتحرك من الشمال لليمين،
قول لي بنفس المعنى كده الشريحه الهوريزونتال خبطه ايه؟ ايوه يمين وشمال. طب بصوا كده الجزء الشمال ده وجزء اليمين، الفيرتيكال كان اللي تحت هو اللي تحت واللي فوق هو اللي فوق، رايكم كده في الهوريزونتال اللي تحت هو اليمين بالظبط؟ هتلاقوا اللي تحت هو الشمال اللي هو معادله خط اكس ايكوال 1. طب اليمين هي هنا اصلا مش هتنفع الشريحه هوريزونتال، عارفين ليه؟ لحد هنا تمام، هيبقى الشمال هو الشمال واليمين هو اليمين. لما تطلع فوق بصوا كده هتلاقوا الشمال دلوقتي بقى معادله مين؟ معادله اكس ايكوال واي سكوير، صح؟ ناقص اكس ايكوال واي سكوير. واليمين معادله، بس الحته دي لازم نقول من عند واي بيساوي 1 لحد واي بيساوي 2. يبقى الحقيقه الانتجريشن ده لو كان جالك بالعكس كنت احسن تقلب الشريحه. تاني انت من حقك الريجن دي تقسمها، تقسمها حتتين ثلاثة أربعة زي ما انت عايز. اهم حاجه لما تيجي تاخد الشريحه لازم تكون الشريحه لو انت واخدها هوريزونتال يبقى لازم الشمال دايما هو الشمال واليمين هو اليمين. فهنا الشمال هو الشمال واليمين هو اليمين في الحته ما بين اكس بيساوي 1 لاكس بيساوي 4 لحد ما يوصل ان الواي من كام لكام. هنا من اول واي بيساوي 0 لحد واي بيساوي 1، لكن الواي من 1 للاثنين الشمال واليمين اختفى اختلف. يبقى الحقيقه الانتجريشن ده اسهل ولا ده؟ بالظبط. خلينا في اللي فوق، تعالوا كده نحل الانتجريشن بتاع اللي فوق. بتاع اللي فوق ده ازاي نحله؟ الانتجريشن بنعمل حاجه اسمها ايتريتيف انتجريشن. يعني ايه ايتريتيف انتجريشن؟ يعني الاول بتحل التكامل اللي جوه، بعد كده تطلع تحل مين؟ اللي بره. تعالوا نكمل ده بالنسبه للواي، حد عارف ده تكامله بالنسبه للواي ايه؟ الاي دايما هي هي، اي واي على روت اكس، هنعامل واحنا بنكامل بالنسبه للواي، هنعامل اكس ان هو كونستنت، هي دي لما تفاضلها هتضرب في واحد على روت اكس، يبقى هنا كنت انت عشان تكامل تضرب في مين؟ في واحد على واحد على روت اكس، يعني تضرب في روت اكس. طبعا الثلاثه على الاثنين معايا. الكلام ده هعوض بالواي من كام لكام؟ من زيرو لجذر اكس. هي دي الليمتس اللي عندي. طب لسه الانتجريشن عندي بالنسبه للاكس والاكس من كام لكام؟ من 1 لـ 4. نكمل الانتجريشن ده، تعالوا نكمله بالمره. ده هنا جذر اكس اي تو ذا باور واي على روت اكس، يعني هشيل هنا ده وهيبقى روت اكس على اكس، يعني اي تو ذا باور 1 ناقص اي تو ذا باور 0. الكلام ده دي اكس 3 على الاثنين انتجريشن، صح كده؟ ده في تكامل ولا ده ثابت اصلا؟ اي تو ذا باور 1 هي 2.7 مش عارف رقم كده، اي تو ذا باور 0 بكام؟ 1. الحقيقه بصوا ما تقعدش تحسب ارقام، سيبها كده في الامتحان، يعني سيبها هي عباره عن اي ناقص 1 مضروبه في 3 على الاثنين، كل دي ثوابت نقدر نطلعها بره الانتجريشن. تكامل جذر اكس 1 على 2 الجذر، دايما تكامل الجذر 1 على 2 الجذر، هو ده عباره عن ايه؟ اكس تو ذا باور نص بتزود ايه ده؟ لا سوري، اكس تو ذا باور هاف، ده تفاضله، احنا فاضلنا كده مش كاملنا، صح صح صح. يبقى لما نيجي نكمله هيبقى اكس تو ذا باور 3 على الاثنين ونضرب في 2 على 3. طبعا هتلاقي الثلاثة دي راحت مع الثلاثة دي والاثنين مع الاثنين دي، فضل لك ده وتعوض ما بين 1 للـ 4. نصيحة سيبها زي ما هي كده بالظبط، اي ماينس 1 واكتب هنا 4 تو ذا باور 3 على الاثنين ناقص 1 تو ذا باور 3 على الاثنين وسيبها كده. مش لازم تكتب ارقام، مش لازم يبقى فاينل انسر، يعني لو هي فيها ايهات والكلام ده ممكن، بس ده تحسبه 4 تو ذا باور 3 على 2. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ ما انا عملت اهو، عوضت من زيرو روت اكس، كملت الاول بالنسبه للواي طلع لي التكامل بالشكل ده. عوضت فين من زيرو روت اكس؟ عوضت بمين؟ التكامل كان في الواي، يبقى شلت الواي وحطيت مره روت اكس فطلع لي اي تو ذا باور روت اكس على روت اكس اللي هي اي تو ذا باور 1 ناقص اي تو ذا باور 0 على روت اكس. عايزين نكتب لكم الانتجريشن بالمره كده في الواي هيبقى عباره عن ايه؟ اكتبه لكم بالمره بما اننا جبنا سيرته. الانتجريشن في الواي هيبقى هو لو جينا كملنا سوري الاول في الاكس هيبقى عباره عن 2 انتجريشن، تعالوا كده نكتبهم بس ومش هنحلهم. طبعا هنا هي نفس الفانكشن مش هقعد اكتبها تاني، انا هكتب بس الليمتس، تمام؟ هي دي 3 على الاثنين اي تو ذا باور واي على روت اكس، اعملها لكم هي مستطيل عشان ده هو هو ده. طب لو جينا كملنا هنا انتوا قلتوا لي هنا الشمال من اكس ايكوال 1
لحد x equal 4. الكلام ده من y بيساوي كام؟ لاحظتوا حاجة؟ هي دي على فكرة ترتيب الانتجريشن مش هيفرق طالما انت بتكامل على مستطيل. كامل الاول في الاكس او كامل في الاول في الواي، يعني مفيش واحد بيطلع لك هنا لما تيجي تعوض بتكامل الاكس هل بتجيب حاجة في الواي؟ ده انت بتعوض بارقام، يعني في الاخر هتبقى ثابت، هتطلع ايه؟ بره. طيب التاني بقى هنكمل من فين لفين؟ ناخد الحتة التانية من فوق هنا بقى. هنا هيبقى الشمال x equal y تربيع واليمين y بيساوي 4، x بيساوي 4 صح. الحتة دي الواي من كام لكام؟ هتلاقي بتسلم بقى الباقي. هنا كانت عندنا من 0 ل 1، يبقى هنا هتبقى من 1 ل 2. لو الناس عايزة تجرب تعمل ده المفروض ده يطلع لك الفاليو بتاع ده لو الانتجريشن سهل. هل الانتجريشن ده سهل في الاكس؟ صعب جدا في الاكس، عشان كده بقول لك لو السؤال جالك بالعكس هتبقى هي دي المشكله، ان انت لازم تقلب ايه؟ حدود التكامل بتاعتك. هي ده كان سؤال واحد ايه؟ خلينا ناخد واحد بي كده. انا بعد كده مش ههتم قوي بالانتجريشن على قد ما اهتم ان احنا نعرف نعمل حدود التكامل، والتكامل بعد كده سهل. ده واحد بي من اكس الباي من زيرو الباي بتاعت ساين واي على واي دي واي دي اكس. رايكم كده من قبل ما نحل السؤال؟ دايما انت اصلا قبل ما تبدا تبص على الليميتس ولا اي حاجه بص هو الانتجريشن ده هو سهل في مين الاول؟ بالظبط سهل في الاكس، يبقى اصلا حدود التكامل انك تكامل في الواي دي انت متاكد ان السؤال ده هو عايز يقول لك غير ايه؟ غير الترتيب، غير ترتيب الحدود بتاعتك. طيب تعالوا نرسم الشكل ده. قول لي لما بنيجي بنرسم بنرسم ايه؟ الاربعه ايكويشنز دول. طيب اول ايكويشن واي بتساوي اكس اللي هي الخط اللي انتوا حافظينه ده صح؟ اللي هي عند واحد بيساوي واحد واثنين بيساوي اثنين وهكذا. طيب الخط ده اللي هو واي بيساوي باي، يعني ايه واي بيساوي باي؟ سيبها باي زي ما هي يا مصطفى ما تعملش فيها اي حاجه خالص. ارسم واي بيساوي باي كده. ده عند واي ايكوال ايه؟ باي. عند y equal باي ما دام بتقطع خط y equal x يبقى الكلام ده عند x بيساوي كام؟ باي. ساعات بالصدفه بتلاقيه هو هنا قايل لك اصلا الكلام ده من x equal 0 اللي هو معادله ال y axis لمعادله خط x equal ايه؟ باي. او هنا مش معادله خط، بص كده ايه الحاجه الباوندد ما بين ده وy بيساوي x وده. حتى لو انت مش عارف الريجن جرب تعملها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. طريقه الشريحه هي هنا بدل من كامل في الواي يبقى الشريحه دي ايه؟ بارل الواي، شريحه فيرتيكال. فين الشريحه الفيرتيكال اللي تحت خبطه في واي ايكوال اكس وفوق في واي ايكوال باي؟ هل دي؟ اه هي هنا برضو اه شغاله وهنا برضو شغاله، لكن هنا شغاله هنا عكست. خدتوا بالكم هنا تحت مين؟ معادله خط ايه؟ واي ايكوال باي وفوق معادله واي ايكوال اكس اللي هي مش دي، يبقى هو اكيد في النص ده. طيب ايه التاني المعلومه اللي بيقولها لك؟ ان الحته اللي الاكس فيها بتتحرك من 0 لباي. فين الحته دي اللي الاكس من 0 لباي؟ هو الجزء ده صح كده؟ يبقى هو كان واخد الشريحه فيرتيكال بالمنظر ده، ومن الواضح ان التكامل في الفيرتيكال دوت شكله كده مش سهل. نقلب الشريحه ايه؟ هوريزونتال. حد يقول لي كده حدود التكامل هتبقى ايه عشان ننقل على السؤال اللي بعديه. ساين واي على y دي x دي y. حد يقول لي الشريحه دي خبطه فين في الشمال وخبطه فين في اليمين؟ ايوه من 0 لمعادله x بتساوي طيب في الحته دي ال y بتتحرك من كام لكام؟ ايوه من 0 لحد. الناس ابتدت تلقط كده، هي دي الدبل انتجريشن كلها على اخرها كلها بالمنظر ده. لو كملنا في الاول في الاكس هتلاقي التكامل بيجيب لك ايه؟ اكس. اكس اتعوض من 0 لواي هيطلع لك مين؟ واي. هتلاقي واي تكامل واي ساين واي على واي، هتلاقي الواي دي طيرت دي، يبقى في الاخر تكامل ساين واي دي واي اللي هو تكامل الساين هيبقى سالب كوساين واي. تعوض من 0 لباي وتجيب فاليوز. شايفين الموضوع بقى سهل ازاي؟ انا الانتجريشن هتلاقوني ساعات بحلها كده معاكم بالبق وبعد كده اصلا مش هجيب سيرتها خالص.
ناس معايا تمام؟ في تريبل كمان، في تريبل بعد كده ناخد اللاين انتجرال، بعد كده ناخد السيرفيس انتجرال لو في وقت. الحقيقة الدبل هو هو يعني التريبل هتلاقوه مش فارق عن الدبل كتير يعني. طيب تعالوا ناخد السؤال اللي بعديه. عندنا هنا سؤال رقم سي. انا ههتم بس ان انا ارسم اغلبية الاسئلة. وقت ما تتعبوا انتوا قولوا لي الصراحة، انا كده كده احل معاكم الشيت كله. طيب دي شكل الشريحة بما انها في الدي واي، الشريحة ايه؟ فيرتيكال. هل المنظر التكامل ده في الواي هو سهل ولا في الاكس الاسهل؟ برضو عايزك تعمل ايه؟ تنقل حدود التكامل. تعالوا نرسمها كده مع بعض برضو بسرعة كده. ادي الاكس وادي الواي. دي معادلة واي ايكوال زيرو اللي هي معادلة مين؟ الاكس اكسس. معادلة واي ايكوال 4 ناقص اكس سكوير. حد عارف رسمتها؟ ايوه، من 4 من ايه بقى؟ صح كده، يمين وشمال من عند الأربعة. طبعا احنا عارفين دي هتقطع هنا فين، هي دي عند اكس بيساوي صفر، هتلاقوا الواي بتساوي أربعة. العكس بقى، الكلام ده هيساوي صفر عند اتنين وسالب اتنين، صح؟ هي دي بنحط واي ايكوال زيرو، يبقى أربعة ناقص اكس سكوير ايكوال زيرو، يبقى اكس سكوير ايكوال أربعة، يبقى عند اتنين وناقص اتنين. طيب وهنا بعد كده بيقول لك اكس بيساوي صفر لاكس بيساوي 2، فين الحته الباوندد ما بين الكلام ده؟ تعالوا نبص كده على اللي هو بيقوله. ادي ده معادله الخط ده كامل، بعد كده هنا معادله ده، الحته اللي الاكس فيها ما بين صفر و2 هي فين؟ هي اصلا الجزء ده، يبقى هو بيتكلم على ايه؟ الحقيقه ده كله ممكن تشيله وده كمان ممكن نشيله، يبقى هو بيتكلم عن الجزء ده. نفس الكلام لو انت عايز ترسمها، شوف الشريحه الفيرتيكال اللي بتكون تحت خطة في معادلة y equal 0 وفوق معادلة خط y equal 4 ناقص x سكوير، صح كده؟ هي دي، واللي الاكس فيها بتتحرك من صفر لحد 2. حد يقول لي كده لو قلبنا حدود التكامل هتبقى ايه؟ خلاص انا هكتب ان ده هو هو نفس المربع اللي فوق. ايوه، من صفر لمعادلة الخط اللي على اليمين دوت، لو x سكوير y ايكوال 4 ناقص x سكوير، يبقى x ايكوال، خلينا x سكوير بتساوي 4 ناقص y، يبقى اخد الجذر. خدوا بالكم ده الجذر بالموجب، لو كانت الرسمه على الشمال كنت اخد ناقص الجذر، عشان الx في الحته دي بسالب والحته دي x ايكوال 2. اهي بس هي نقطه ممكن ترسمها خط ملهاش معنى. طيب يبقى التكامل هنا من اول x equal 0 ل x equal root 4 ناقص y، صح؟ والواي هنا بتتحرك من كام لكام؟ يعني هنا انا كنت رسمت خط بيساوي 4، لا انا بالنسبه لي الشريحه دي بتتحرك من y equal 0، هتقعد تصغر 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 لحد ما توصل ل y equal 4. حد واخد باله كده ان انت لما اصلا هنا الاكس دي هيحصل لها ايه؟ تتربع وهتشيل جذر 4، 4 ناقص واي يتربع، فهتلاقي ال 4 ناقص واي تحت الجذر لما يتعمل له تربيع ده هيطير مع بعض، هيفضل لك فاهمين الانتجريشن بيوصل لايه؟ نكملها مصطفى ولا؟ لا مدرك يعني؟ هعملها لك بسرعه. هي دي لما تكمل في الاكس هيفضل لك مين؟ اكس سكوير لما تعوض من 0 الجذر 4 ناقص واي تضربها في اي تو ذا باور 2 واي على 4 ناقص واي، هتلاقي ده راح مع مين؟ فاضل لك تكامل اي تو ذا باور 2 واي. انا هحاول انجز بس شويه في الرسومات، بس هي زي ما انتم شايفين كده التركه كلها ان انت تغير لحد دلوقتي بس الليمت بتاعت الانتجريشن. خلينا نخش على سؤال رقم دي. x equal root y ل 2 من y equal 0 ل 4 sin x على x square، ده تكامل سهل في ال x ولا في ال y؟
ساين اكس على اكس على ساين اكس على اكس كور اصلا بنعرف نعمله؟ غالبا لا. كنا بناخده ليه والليمت والاوبيتال والحاجات الكلام ده زمان، بس سيبكم منه. طبعا الاسهل انك تكامل بالنسبه الواي. لو جينا رسمناه كده بسرعه، تعالوا نرسمه كده مع بعض. اكس ايكوال روت واي يبقى شكله عامل ازاي؟ هو هيبقى عامل كده صح؟ العكس؟ هيبقى في الاكس يعني هيبقى كده. اكن الاكس ايكوال واي سكوير. ماشي ما علينا، مش حتى لو رسمناها غلط مش هتبقى مشكله كبيره يعني. طيب ده البوزيتيف روت. اكس ايكوال 2 هقطع خط عند 2 كده صح؟ وبما ان الاكس ايكوال روت واي يبقى الكلام ده هيقطع عند مين؟ عند الاربعه صح كده؟ لما احط الاكس ب 2 يبقى الواي بتساوي 4. طيب فين الجزء بقى الكلام ده؟ هو هنا واخد لي الشريحه هوريزونتال. اتاكد كده اللي انا راسمها دي صح. الشمال معادله واي ايكوال اكس ايكوال روت واي صح، اليمين معادله اكس ايكوال 2. دي بيتحرك من اول واي ايكوال 0 لحد واي ايكوال 4، يبقى انا كده صح. خدت بالكم من حاجه؟ ان البوينت اوف انترسكشن بتسهل عليك الدنيا بعد كده. يعني بجيب البوينت اوف انترسكشن من غير ما اشوف اصلا الليمت الثاني بيتكلم على ايه. طبعا دي قلنا هننقلها فيرتيكال. قولوا لي كده حدود التكامل بس بسرعه من واي ايكوال 0 اكس ايكوال روت واي يبقى الواي ايكوال اكس سكوير. الكلام ده من اول اكس ايكوال محتاجين نكملها. جمعت. قول لي تكامل ساين اكس على اكس سكوير بالنسبه للواي هيبقى عباره عن مين؟ بالظبط الواي بعد كده هتعوض ما بينها من اكس سكوير لصفر، هتلاقي الاكس سكوير هيطير مين؟ تكامل في الاخر مين؟ فاهم الموضوع؟ الموضوع هو مش انتجريشن اعدادي معقد هتقعد تحل فيه كتير، غالبا بيبقوا حاجه بسيطه يعني. طبعا لو يعني الانتجريشن جاي سخيف هتلاقي بقى الموضوع اللي هو باي بارتس والسبستيوشن وفاكرين من التاني سكوير والسيك سكوير وال يعني، بس ان شاء الله يعني مش كده يعني. طبعا انا هنحل ايه لان ايه بس فيها حاجه كده غريبه بالنسبه لكم شويه. ايوه الرسمه اكس ايكوال روت واي انتوا قلتوا لي نرسمها كده صح؟ نقلب حدود التكامل ولا نقلب ايه؟ تقلب مش هتقلب الرسمه، هي دي معادله خط اكس ايكوال روت واي اللي هي معادله لما تربحهم ان اكس سكوير ايكوال واي، ان واي ايكوال اكس سكوير، هي دي نفس المعادله بالظبط، هو ده جزء الموجب منها. ما احنا كده كده بتعامل على نفس الحته اللي في الرسمه. طيب دي هنا هي اي تو ذا باور ماينس اكس سكوير، لكن هنا الغريب فيها ان هو بيقول لك من اكس ايكوال واي لانفينيتي ومن واي ايكوال 0 لانفينيتي. ابتدت هنا يكلمك ان الحاجه دي باوندد ولا مش باوندد. تعالوا كده نبص على رسمتها ونشوف الانتجريشن ده ازاي هيتعمل. اكس ايكوال واي هو ده. طيب هو بيقول لك هي مادام في الدي اكس يبقى الشريحه فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال بارل للاكس. شمالها اكس ايكوال واي يبقى فين الشريحه؟ كده ولا الناحيه دي؟ شمالها هو ده، هو معادله اكس ايكوال واي صح؟ ما هي الليمت، الليمت اللي تحت هو اللي على الشمال واللي فوق هو اللي خابط فيه في اليمين، فهو خابط في اليمين في الانفينيتي او الشريحه الحقيقه مكمله لحد الانفينيتي. في الحته دي بص كده الواي بيتحرك من كام لكام؟ من زيرو لحد انفينيتي. التكامل ده في الاكس سهل ولا في الواي اسهل؟ برضه نعمل ايه؟ اقلبه. تقلب التكامل ده يعني من واي ايكوال، بص بقى دي في الشريحه الفيرتيكال اللي تحت هو اللي تحت واللي فوق هو ايه؟ هو اللي فوق، يعني دي من اول واي ايكوال 0 لحد واي ايكوال اكس. هنا اكس من كام لكام؟ من 0 لانفينيتي بتاع اي تو ذا باور ماينس اكس سكوير دلوقتي دي واي دي اكس. طبعا الدي واي هيبقى تكامله واي صح؟ والواي تعوض بيه باكس ناقص صفر اللي هو اكس، فتضرب اللي تحت في 2 وتضرب في نص
انا بس بتكلم الكلام ده كله كده بس طبعا انتوا هتعملوه بايديكم. فاكمله ولا ما انا بس عشان انا الموضوع في دماغي عشان كده بقوله لك، لكن هي انا هقولها لك بسرعه. اي تو ذا باور ماينس اكس سكوير تكامل الواي ده هيكون عباره عن واي، واي اعوض بيها من زيرو الاكس. الكلام ده تكامل في الدي اكس، يعني هي اكس اي تو ذا باور ماينس اكس سكوير، عشان اللي تحت يكون تفاضل اللي فوق، يبقى اضرب هنا في ناقص 2 واضرب بره في ناقص نص واكمل ده بالنسبه للاكس، عشان ده الانتجريشن بتاعي يكون اي تو ذا باور ماينس اكس سكوير مضروب في نص وتعوض هنا من زيرو لانفينيتي، اي تو ذا باور ناقص انفينيتي بصفر واي تو ذا باور صفر بواحد، يطلع لك سالب سالب نص، هيطلع لك في الاخر الانتجريشن بنص. حد عطلان في حاجه؟ انا عارف ان احنا حلينا اسئله كتيره في وقت قليل، عشان كده بقول لكم كده كده السكشن هنعرف نحل فيه الشيت كله لو انتوا لسه مكملين، ده لسه ما عطلش. لو عايزين يعني معانا وقت في السكشن عايزين نيجاتيف انفينيتي اي تو ذا باور انفينيتي اكيد بانفينيتي اي 2.7 لما ترفع لها الباور بناقص انفينيتي، يعني قاعد بتكبر اللي فوق بالنيجاتيف، يعني انت قاعد بتصغرها قوي، هتصغرها قوي لحد ما توصل للصفر. هو الحقيقه المشكله في ترتيب الشيت اللي هي لو حد كان بيقول لي حاول يحله ولقى مشاكل، مشكلة ان ترتيب الشيت مش ماشي مع ترتيب الشرح شويه في الحته دي، ان احنا هنا عملنا تشينج اوف فاريبلز، واصلا شرح التشينج اوف فاريبلز جه في المحاضره الثانيه مش المحاضره الاولى بالظبط. هتحاول تحل السؤال الاول لكن هتلاقيه مش بيتحل. الحاجه الثانيه بصوا كده، سؤال رقم اف، هتلاقوا سؤال رقم اف كده هو تكامل من زيرو لجذر واحد ناقص اكس ماينس واحد سكوير. السؤال ده من الاسئله المهمه على فكره، وعاده بيجي حاجه شبهها في الامتحانات، لان هي بيكون فيها يعني فكره كده كويسه. طيب الفكره هنا تعالوا نرسم بس حدود التكامل الاول. دي معادلة y equal صفر، خلاص قلنا ده هو هو الx axis. دي معادلة y equal جذر واحد ناقص x minus 1 square، عشان نخلص من الروت ناخد الناحية الثانية ايه؟ square. هتلاقوها y square زائد x ناقص 1 square equal 1. حد عارف دي معادلة ايه؟ circle بس معمول لها ايه؟ shift. shift عند هي مش بادئة من عند الاوريجن، بادئة عند الx بيساوي 1 ونص قطرها كام؟ لا واحد، ده هو الار سكوير. تمام، فهتلاقوا هي فعلا عند الاكس بتساوي صفر، هتلاقوا واي واي بتساوي صفر او بتساوي سوري الكلام ده عند وعند اكس بتساوي اكس بتساوي 2، هتلاقي 2 ناقص 1 سكوير هتلاقيها بزيرو، هتلاقي الواي بيساوي زيرو، ونفس الكلام عند الواي بيساوي صفر. طبعا هنا واصله لواحد وهنا واصله لسالب واحد. طب هو بيتكلم على انهي حته؟ بيتكلم مبدئيا من اكس ايكوال زيرو، هو بيتكلم دي واي يبقى الشريحه فيرتيكال صح كده؟ تحت خبطه في معادله اكس ايكوال زيرو، يبقى نص الدايره اللي تحت اصلا مش معايا صح كده؟ فوق خبطه في معادله الدايره. من زيرو لاثنين هو ده اللي اصلا اللي انا رسمه صح؟ طيب هل دي التكامل فيها سهل في الاكس ولا سهل في الواي؟ ولا سهل في الاكس ولا سهل في الواي؟ ده ايه؟ بولر صح. دايما لما بيجوا في الرياضه يتعاملوا مع دوائر يقول لك حول الكارتيزيان لبولر. طيب انا هقول لكم التحويله بتاعتها وبعد كده هشرح لكم يعني ايه شكل الشريحه بتاعت البولر. كل فكره التحويله ان اكس بيساوي ار كوزاين ثيتا وواي بيساوي ار ساين ثيتا بالظبط. ار سكوير بتساوي اكس سكوير زائد واي سكوير، او الار هي جذر اكس سكوير زائد واي سكوير صح كده؟ طبعا انت ممكن تجيب تان ثيتا هتلاقيها هي او الثيتا هي التان انفرس بتاع الواي على الاكس. كل الكلام ده مش فارق معانا، انا بس هكلمك على البولر كده معلش هرسم لك رسمه ثانيه. لو عايزين نغطي خلينا نغطي ربع دايره. ربع دايره خلينا بس نبقى حافظين حاجات. هنا الثيتا بصفر، دايما بنبدا الثيتا بصفر من محور الاكس. هنا الثيتا هنا
هنا ال 180 اللي هي الباي، هنا باي زائد باي على الاثنين اللي هي 3، 3 باي على الاثنين. هنا على فكره هي نيجاتيف نيجاتيف، هنا 2 باي، ممكن تعتبرها هي 2 باي او اكنك رجعت تاني للصفر. طيب بصوا الشريحه دي بناخدها، هي حاجه غريبه شويه، هي عامله زي مساحه العربيه بس اكن معاك اريال، الار ده بتطوله. يعني هنا بقول مثلا لو ده بيقطع عند الواحد يبقى انا بقول الار، بصوا كده هاخد ار صغير قوي والفه من اول هنا لحد باي على الاثنين، هتلاقيني عملت ايه؟ لونت الحته دي. طب بعد كده طولت الار شويه وهتلاقيني لفيته، فاكني خدت الحته دي كبرته شويه. حد فاهم كده الشريحه ازاي بقى في الار بتتحرك؟ انا بعمل حاجه كده وحركها ايه؟ في السيتا، خدتها حته صغيره، خدتها حته اكبر، خدتها حته اكبر، خدتها حته اكبر. فاهمين الفكره دي؟ طيب خلي بالك من حاجه، الدي اكس دي واي او الدي واي دي اكس هو عباره عن ار دي ار دي ثيتا. الار ده عاده بيتنسي وعاده بيبوظ الانتجريشن، يعني هتلاقي الانتجريشن نفسه مقسوم على ار، فانت هتلاقي الار ما بتطيرش مع الار، وتلاقي نفسك رايح اول ما تلاقي الانتجريشن راح في حته مأساه اعرف لان انت مختار حدود تكامل غلط، لان عملت تعويضه غلط غالبا، يعني في الغالب ما يكونش الانتجريشن صعب. طب ايه رايكم السؤال ده؟ هل نقدر نحوله كولر؟ تعالوا نرجع نحوله كولر. عندنا من المعادله دي، او خلينا كده هكتبها تاني معلش، هي دي خلوها عندنا واي ايكوال جذر واحد ناقص اكس ناقص، او خلينا هي سكوير، واي سكوير بتساوي واحد ناقص اكس واحد سكوير. ده هشيله واحط ار ساين ثيتا، يبقى ار سكوير ساين سكوير ثيتا صح؟ ربعتها ايكوال واحد ناقص خلينا لا اقول لكم على حاجه احسن، نفك دي احسن كده، هي دي واي سكوير ايكوال واحد ناقص، او خلينا نوديها الناحيه الثانيه بالموجب، يبقى زائد اكس سكوير ناقص 2 اكس زائد 1 ايكوال 1. طبعا الواحد ده هيروح مع الواحد ده، يعني دي معادله واي سكوير زائد اكس سكوير ايكوال 2 اكس. واي سكوير زائد اكس سكوير هو الاكس، يعني ده الحقيقه معادلته ان ار ايكوال 2 كوزاين ثيتا. فاهمين؟ يعني عشان اتحرك على ده وانا بتحرك مع مين؟ مع الثيتا بتاعتي. طيب في الحته دي الثيتا رايكم بتتحرك من كام لكام؟ من اول ثيتا ايكوال 0 صح؟ هوصل لحد مين؟ الحقيقه طالما بتوصل لهنا يبقى انت هتوصل لحد ثيتا بتساوي كام؟ باي على الاثنين. يعني الانتجريشن ده لو انت لو انت حابب تكمله كده هو دبل انتجريشن. خلينا قلنا هنشيل الدي واي دي اكس ونكتب مكانها مين؟ ار، حلو قوي، ار دي ار دي ثيتا. اكس زائد واي هي عباره عن مين؟ ار كوزاين زائد ار ساين. ده ار ولا ار تربيع؟ خدتوا بالكم بقى في الار دي لو كانت اتنست؟ حولنا الاوريجن بتاعنا لسه 0 0 ما نقلناش عن واحد بس، ما نقلناش الاكسيز، بس هنا قلنا ساعتها ان سيتا تتحرك من 0 لباي على الاثنين. طبعا الاسئله دي هنقعد نتناقش فيها اكتر، طبعا هي الاسهل لو كانت الاوريجن هنا كنت اقول على طول هي من 0 لحد باي على 2، هنا برضو تعتبرها من 0 لباي على 2 لان هي انت بتوصل لحد التانجنت لده لحد الاخر اللي هو لازم الثيتا هتلاقيها قاعده تكبر 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 معاك، ما ينفعش تقف هنا. ليه ما ينفعش اقف على هنا؟ لو وقفت على هنا اهو بقعد اكمل اكمل لحد ما غصب عني اخد الحته الصغيره دي، يبقى لازم اخد الثيتا عند باي على 2. ولعلمك برضو حتى يعني في مسائل كده لو خدت الثيتا بفاليو اكبر، هي اصلا الفاليو الاكبر بتكون عندها بكام؟ بصفر، فكانك بتجمع اصفار. يعني الثيتا لو انت خدتها لحد باي، هي اصلا في رسمه عند من باي على الاثنين للباي، الحته دي بصفر، بس يعني بلاش. يعني التكامل ده الار من كام لكام؟ الار هو الصغير خالص من زيرو لحد ما يوصل لعد لحد مين؟ خدت بالكم الحته دي؟ يعني كده مش بتعامل ولا شريحه فيرتيكال ولا شريحه هوريزونتال، ببدا من ار، الار هيطول اخره هيوصل لحد مين؟ بالظبط كده، يبقى الار من 0 لحد 2 كوزاين ثيتا، الثيتا الانتجريشن ده صعب ولا سهل في الار والثيتا؟ الحقيقه مفيش اتفه منه، بصوا كده ار وار خدها كومن فاكتور واضربها في الار يبقى دي ار كام؟
تلاقي ال r ده مع ده مع ده راح. تكامل ال dr هيبقى r، هتلاقي كوزاين زائد ساين مضروب في 2 كوزاين، هتلاقوا ساين كوزاين وساين سكوير، بتقعدوا تلعبوا مع الكلام ده وتنتجريتوا بالنسبه للسيتا. ناس مجمعه؟ هو السؤال الاول الحقيقه مجمع كل الدبل انتجريشن. الخطوات سريعا تاني يا احمد، دي عشان تحول الكارتيزيان للبولر، نمسحه؟ تعال نمسحه. طيب بعد ما رسمت الرسمه لقيت ان معادله y سكوير زائد x ماينس 1 سكوير ايكوال 1، فكيت ده، ده فكيته وفكيت السكوير بتاعه طلع بالمنظر ده. حلو كده؟ هعمل التعويضات بتاعتي اللي هي y بيساوي r ساين والx بيساوي r كوزاين، طلع لي ان r بيساوي 2 كوزاين ثيتا. مين ده؟ ده معادله حقيقه الكيرف ده بدلاله مين؟ ال r والثيتا. عايز تتاكد من اللي انا بقوله؟ عند ثيتا بتساوي صفر، كوزاين صفر بكام؟ واحد. هتلاقي الار بتساوي كام؟ اتنين. شايف الاتنين دي؟ اللي هو وصلت لحد فين؟ لحد هنا. الحقيقه لو اخدت ثيتا اكبر شويه هتلاقي الفاليو بتصغر مش بتكبر. هتلاقي الار صغر ولا طول؟ بمعنى يعني لو اخدت مثلا ثيتا، اصل المشكله الفاليوز الثانيه مش هنعرف نحسب عندها، باي على الاربعه. فاحسب كوزاين باي على الاربعه، هي اصلا الكوزاين اخرها من سالب لواحد لواحد. فهنا واحد، يبقى اكيد لما تكبر شويه هتوصل لايه؟ هيبقى الفاليو اقل. اقل وتضربه في اتنين يبقى بيقصر، فاهم؟ يعني دي مثلا هنا اقول لك عند الباي على الاربعه فانا هوصل لدي. هل ده اطول ولا ده؟ اكيد الاتنين اطول، كل ده بتقصر 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 لحد ما بتوصل لقرب الصفر. صفر عند مين؟ كوزاين باي على الاتنين. كوزاين ال 90 صفر، تيجي تضربها في 2 هتبقى بصفر، اللي هو عند مين؟ عند دي الاورجن. الاورجن الحقيقه في الثيتا احنا بنبدا من ثيتا بتساوي صفر بنوصل لده. تمام كده؟ تكامل ده التكامل، عملت كل اكس ار كوزاين وكل واي هي ار ساين. اكس سكوير زائد واي سكوير هي ار سكوير كوزاين سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير، هي ار سكوير في ساين سكوير زائد كوزاين سكوير اللي هو بواحد، يعني هي ار سكوير. هنا دول ار دي ار دي ثيتا جاي عن طريق الدي واي دي اكس، بيتحول لار دي ار دي ثيتا. شطبت دول مع بعض فاضل لي كوزاين زائد ساين، اكمل في الار وعوض بحدود التكامل. حدود التكامل بنجيبها ازاي؟ احنا دلوقتي بقينا نتكلم ازاي نغطي الحته دي بار وثيتا. اصغر ار هي ار صفر، اطول ار هي لا، هي اطول ار او الار هي بتمشي ازاي؟ الار بص هي كده، خد بالك من دي، فاهم؟ الار ماشيه ازاي؟ اصغر ار بصفر اللي هي بوينت اوف اوريجن بتوصل لده. طب ده انا بجيبه ازاي؟ بجيبه عن طريق مين؟ الثيتا اللي انا هوصل لها، او عن طريق معادله الكيرف ده. لو نص دايره كده، بص كده، الار من اول ار بتساوي صفر، هتطول تطول تطول لحد ما توصل لمعادله الدايره. الحقيقه معادله الدايره هي ار بيساوي 2 مثلا، فدي سهله، اقول ان ار من صفر ل 2. لكن هنا مشكلتها ان الار هي فانكشن في مين؟ في الثيتا، فلازم هنا هتفضل حدود التكامل من 0 ل 2 كوزاين ثيتا. تمام؟ قول تاني معلش السؤال. الار دي الار والثيتا، انا بجيب ار وثيتا. ثيتا هي الزاويه، انا بلف من فين لفين عشان اغطي الجزء ده. دي الثيتا، بص ادي ثيتا بصفر، كبرتها غطيت 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 غطيت. الحقيقه ما ينفعش تقف هنا، لازم نكمل هنا عشان في الحته دي بالظبط. فالثيتا لازم من زيرو لحد باي على الاثنين. مظبوط يا مصطفى ولا الناس بس ابتدت تهضم الموضوع ولا شايفينه؟ بس الجديد على الاقل لاقطين، هو الجديد ما فيهوش حاجه قوي غير شريحه. تمام. طب تعالوا ناخد حاجه من الحاجات الجديده اللي هي هتضايقكم شويه. حد فاكر رسمه اللين؟
تمام. هي من الحاجات اللي هي الغريبة شوية عندنا هنا في سؤال 2A. سؤال 2A خدوا بالكم قوي من الحتة دي. Sketch a region bounded by curve. بعد كده هات الريجن اريا. حاجة غريبة جدا. انا قلت لكم الدبل انتجريشن هي بتعبر عن ايه؟ عن الفوليوم. دلوقتي بيقول لك لا دي عبارة عن اريا. بالظبط. اللي جوه الفانكشن دي هي واحد. يعني الحقيقة فوق انت مش بتكامل من تحت لفوق، الفانكشن فوق هي واحد. فاهمين؟ يعني لما الدبل انتجريشن اف اوف اكس وواي على الدي اي بتاعت ريجون ار دي، بقول بجيب الفوليوم ما بين ده وما بين الار. لو دي بقت واحد يبقى انا اصلا بجيب الاريا. بجيب الاريا بتاعت مين؟ الريجون اللي هي اللي تحت دي. مفيش فانكشن فوق، او الفانكشن فوق هي ثابت، او معناها ان زد بتساوي واحد دي يعني انت بتكامل على بلين واحد، مش بتكامل من حاجه لحاجه. بالظبط. اي رقم ساكن ثابت تعرف تاخده بره. بالظبط. من فوق وخدت بس الحته دي، خدت الشريحه دي. طيب فهنا هو كل الحكايه ان هو بيقول لك هات لي بقى الحاجات اللي هي من الاخر كده هيوصف لك الريجن. هنا بيقول لك ما بين y equal لين x، y equal 2 لين x، واخر كيرف بيقول لك ان x بيساوي e، وبيقول لك كل ده لازم في الفيرست كوادرنت. عارفين مين الفيرست كوادرنت؟ طب نيجي نقسم كده، مين الربع الاول ده بقى؟ اللي هو الاكس موجب والواي موجب اللي هو الجزء ده. طيب واي بيساوي لين اكس، هي رسمتها اللي هي غريبه شويه كده اللي هي من عند الصفر صح؟ بعد كده مره واحده ربنا بيكرمه وبيعلى كده صح؟ لو دي هي واي ايكوال لين اكس، حد عارف لين بالظبط؟ هي الواي بتساوي لين اكس، يبقى عند الاكس بيساوي واحد، هيبقى لين واحد بيساوي صفر. دي نقطة اللي أنا جبتها صح كده؟ تاني y equal لين x، عند ال y بصفر اللي هو محور ال x لازم ال x تكون بكام؟ بواحد. طيب y equal 2 لين x هنلاقوها إيه؟ هي هتلاقوها كده كده برضه، هي عند الواحد هي هي، بس بدل ما هتبقى عاملة كده هتبدأ تعلى معاك كده. يعني دي لو هي y equal لين x، معلش هو الرسم أكيد مش احسن حاجه قوي يعني، بس قصدي هي في الاخر هتبقى عامله كده برضو، بس هي طالعه على اوسع، او يعني من الاخر كل فاليو هنا تلاقيها مضروبه في كام؟ في 2. طيب معادله اكس ايكوال اي، اي دي اللي هي بعد الواحد اكيد، هي 2.7. طيب لما اجي طبعا قلت لكم اهم حاجه نجيب مين؟ انترسكشن. لما اعوض الاكس ايكوال اي، واي بيساوي لين اي، حد عارف الواي بكام؟ حلو، 2 لين اي. اثنين. فين الجزء اللي هو باوندد بالكلام ده اصلا؟ هو عايز يجيب الفوليو الاريا بتاع مين؟ بتاع ده. تمام؟ على فكره ده ساعات بيعملوه بالعكس، يعني لما انت بتحتاج اريا بتاعت حاجه والحاجه شكلها غريب تبدا تقول هي دي شكلها لين اكس ودي شكلها 2 لين اكس ودي شكلها مش عارف ايه، واحاول اجيب الاريا عن طريق الدبل انتجريشن. فاهمين؟ ساعات الموضوع بيبقى ايه؟ بيبقى جاي من هنا. الانتجريشن ده صعب ولا سهل ولا ايه؟ حد يقول لنا كده، لو هنعمل تحبوا نعمل الشريحه هوريزونتال ولا فيرتيكال، ايه الاسهل؟ فيرتيكال. لو هوريزونتال هتضطر تقسم حدود التكامل، لان هتلاقي هنا من هنا تبدا الدنيا تتحرك صح كده؟ طيب يبقى هكامل من واي ايكوال ايه لواي ايكوال ايه؟ وساعتها الاكس ايوه لحد ايه بتاعت واحد تكامل دي واي دي اكس، هنكمل الواحد بالنسبه للواي اللي هو واي، يعني هي عباره عن 2 لين اكس ناقص لين اكس صح؟ الكلام ده دي اكس، وكامل بعد كده الاكس من اول واحد لحد ايه 2 لين اكس ناقص لين اكس، هتبقى عباره عن لين اكس. تكامل اللين اكس بالنسبه للاكس حد فاكره؟ لا ده تفاضل اللين اكس. تكامل اللين اكس الحقيقه بتعملوها باي بارتس يو وفي، فاكرين؟ ايوه. ده بنقول هو ده اليو، وبنقول على ده هو الدي في، فاكرين الكلام ده؟ فالدي يو هو واحد على اكس، والفي اكامل الدي اكس اللي هو عباره عن مين؟
بالظبط. فبعد كده التكامل ده بنقول هو اليو في الفي ناقص تكامل الفي دي يو، يعني هو عبارة عن مين؟ يو في الفي يعني عبارة عن اكس لين اكس ناقص تكامل اكس مضروب في واحد على الاكس دي اكس. انتوا تحفظوه على فكرة، كنت بتشيل ده مع ده، يعني هو عبارة عن اكس لين اكس ناقص اكس. ما تنساش طبعا كل الكلام ده نعوض بحدود التكامل اللي هي من واحد لحد. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ السبستيوشن بس هتبقى صعبة شوية، اللي هي الساين والكوزاين والتان والحاجات. من الآخر كده في جدول بتاع تكامل كنتوا بتراجعوا عليه قبل ما تخشوا الامتحان، بص عليه، في كل التكاملات اللي هي الصعبة والسهلة والبتاع. عدي على الحاجات دي كده سريعة كده عشان لا ما اظنش ان هم، بص هو الموضوع مش هياخدك قوي في سكه اللي هو تعالى اجيب لك انتجريشن عقدك فيه، الا لو انتوا يعني مضايقين الدكتور قوي. ما اعرفش. ايوه بالظبط، حته الفوليوم هي نفس الحته دي. هقول لك على حاجه، خليها طيب بعد البتاع هشرحها لك بعد الفيديو عشان نخلص الكلام ده بالمره. طيب 2 بي، احنا لسه قدامنا اسئله كتير بس انا هحاول بس اختصر في الكلام اللي فاضل ده. 2 بي هنا بيقول لك عندك اكس بتساوي واي سكوير ناقص 1، وبعدين هنا اكس ايكوال 2 واي سكوير ناقص 2 في السكند كوادرنت. بسرعة كده تعالوا نرسمهم مع بعض. لما تيجي ترسم كيرف حتى لو انت مش فاكر رسمته ايه، عوض بنقطتين ووصل ما بينهم، وصل ما بينهم بخط مستقيم لو هو لاين، لو هما من سكند ديجري ارسم لك حتة كيرف كده. اكس ايكوال واي سكوير ناقص 1، هي اكس بيساوي واي سكوير، هي رسمتها هي عاملة ازاي؟ دي معادلة واي ايكوال اكس سكوير صح؟ اكس ايكوال واي سكوير هي رسمتها عاملة كده، لكن متشفتة كام؟ واحد. يبقى هنبدأ من هنا صح كده؟ عند الواي بيساوي صفر الاكس هيساوي سالب واحد صح كده؟ هيقطع هنا في مين بقى؟ تمام. 2 واي سكوير ناقص 2 هي باين هي نفس الكيرف بس مضروب في كام؟ في 2. يعني حد عارف هيبدأ من عند كام وهيوصل لفين؟ كل الفكرة ان هو هنا هيبدأ يا مصطفى من كام؟ عند الواي بصفر هيبدأ، لو ده سالب واحد ده هنا سالب اتنين، لكن كده كده هيوصل لانهي نقطة؟ صح كده؟ مش كده كده هيوصل لنفس النقطة؟ في السكند كوادرنت يعني هو بيقول لك كامل بس على مين؟ الحتة اللي فوق دي معانا؟ مش معانا أصلا. تمام؟ محتاجين نعمل انتجريشن، احسن ناخدها فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ قولوا لي رايكم كده. ها حد شايف الشريحه الفيرتيكال هيظهر فيها مشكله فين؟ هنا دي تحت وفوق تحت وفوق تحت وفوق، هيجي هنا هوبا يقلب، يبقى احسن ناخدها ايه؟ هوريزونتال. بالظبط، لو خدناها هوريزونتال شمال معادله اكس ايكوال واي سكوير ناقص 1، يمين معادله سوري شمال معادله اكس ايكوال 2 واي سكوير ناقص 2، وهنا واي سكوير ناقص 1. في الحته دي الواي بيتحرك من كام لكام؟ من 0 لحد 1 بتاع الواحد دي اكس دي واي. الفرق بص لو احنا خدناها هنا هتلاقي دايما الحته اللي الشمال واليمين هيفضلوا واحد صح؟ خد الشريحه فيرتيكال في الحته دي، مين اللي تحت ومين اللي فوق؟ اللي تحت معادله ده واللي فوق معادله ده، كمل معاها كده هتلاقي في حته ما ايوه، يبقى هتضطر تاخد هنا خط كده وتقول انا هقسمها 2 ريجون. تقسيم 2 ريجون يعني هتقعد تعمل انتجريشن مرتين وثلاثه غلب يعني. حد عنده مشكله في دي؟ طيب هرسم لكم حاجه كده برضو، هي السؤال طب تعال نرسم بالمره سؤال سي عشان نبقى ماشيين على كل الاسئله، وبعد كده نحل سؤال
x و y. x سكوير زائد y سكوير ايكوال 4 دي معادلة ايه؟ دايرة نص قطرها 2، يعني هو هتلاقوه هنا مفروض 2، هنا سالب 2، هنا 2، هنا سالب 2. يستحسن برضو اكتبوا دايما البوينت اوف انترسكشن مع كل الاكسيز. اباف y ايكوال 1، هي فين y ايكوال 1 دي؟ يعني ايه اباف؟ فوق، يبقى فوق دي وجوه الدايرة. بلو y ايكوال جذر 3x، y ايكوال x هي كده، ارسم الجذر 3 هي هي حتى لو انت مش عارف. y ايكوال جذر 3x بالشكل ده، هي المفروض تبقى اكبر شويه صح، مايله اكتر ناحيه الواي، بس ما علينا هي مايله اكتر ناحيه الواي. طيب فين الجزء الباوندد اللي تحت ده وفوق ده وجنب ده؟ تمام. ساعات يعني بيقول لك هي كانك قطعت بيتزا، بس هي قطعت بيتزا وقطعت حته كمان منها. لو انت عايز تمشي في السؤال ده بالبولر كوردينتس، حد عارف نبدا عند ار بكام؟ نبدا عند ار بكام ونوصل لار بكام والسيتا من كام لكام؟ هي صعبه اصلا في الار والسيتا شكلها صح؟ هي فعلا هي دي. هتلاقوا ان انت بتجيب البوينت اوف انترسكشن بتاع مين مع مين؟ تمام. هي غالبا هتبقى صعب شويه ان انتوا تجيبوا الار والسيتا هنا، هي كده كده التكامل هتلاقوه سهل في الدي اكس والدي واي. يعني ممكن تاخد الشريحه هنا، طبعا ناخد الشريحه هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ اكيد هوريزونتال. لو فيرتيكال هتلاقوها برده قلبت الناحيه دي. احسن حاجه ناخدها هوريزونتال وتكامل من اول جذر 3 اكس لحد الجزء اليمين اللي هو واي بيساوي 4 ناقص واي سكوير تحت الجذر صح كده؟ اكس سكوير بكام في اكس؟ هو ده سوري، ده معادلة x ايكوال، يبقى x ايكوال y على جذر 3، وهنا 4 ناقص y سكوير تحت الجذر. ساعتها ال y هتتحرك من كام لكام؟ ال y هتتحرك من الواحد لحد النقطة دي. النقطة دي هنجيبها ازاي بقى؟ دوا هشيل ال x واحط مكانها ايه؟ اللي هشيل الواي واحط كمان كانها روت 3 اكس، يبقى اكس سكوير زائد جذر 3 اكس معمول لها تربيع ايكوال 4. هجيب النقطه دي عند اكس وبعد كده تجيب النقطه عند واي، مش هكملها. طبعا هتجيب لك دي نقطه في الاكس، بعد ما تجيب الاكس تعوض وتجيب الواي. هنعوض ونجيب الواي فين؟ هتضرب واي، هتضرب الاكس في جذر 3، يبقى جبت النقطه دي. او ممكن تعوض في الايكويشن بتاعت السيركل، هتجيب برده كده كده دي في الدايره، ده مع روت 3 اكس. هنكمل عليها ان احنا هنا هيظهر لك ايه؟ 1 زائد 3، يعني عندك 4 اكس سكوير بتساوي 4، يبقى اكس سكوير ايكوال 1، يبقى اكس بتساوي 1 صح؟ عند النقطه 1 دي الواي بتساوي كام؟ جذر 3، لان دي بتحقق كده كده المعادله ده. حد قال باشمهندس وسكت خلاص. طبعا التكامل ده هتلاقوه سهل، يعني التكامل الواحد ده هتعوض بالليمتس بتاعت الواي، بعد كده التكامل ده هتلاقوه هو لو صعبه تضطروا تحولوها كولر، خليها برضو كملوها انتوا لو فيها مشكله كده ببعت لكم الحل. طيب خلي بالكم من السؤال ده، السؤال ده غريب شويه. بيديك تكامل لين اكس على اكس دي اكس دي واي زائد تكامل تاني برضو لين اكس على الاكس دي اكس دي واي. حد مجمع هو ليه التكامل مقسوم؟ هوري لكم حاجه هتفهموها برضو اكتر. بصوا هنا كان الشريحة دي اكس دي واي، دي اكس دي واي، يعني الشريحة كانت ايه؟ هوريزونتال صح كده؟ بس خدوا بالكم هو قسم حاجة. بصوا هنا الواي كانت من 1 لـ 2، بعد كده كمل عليها من كام لكام؟ يبقى شكلها كده الرسمة دي الشريحة هي اللي عملت فيه المنظر ده. طب تعالوا نرسم اكس ايكوال 1، ادي اكس ايكوال 1،
x equal y هي دي معادلة x equal y. طبعا هيتقابلوا عند واحد واحد عشان دي x equal y، يبقى هنا عند الواحد هيتقابل عند الواحد. طيب y equal 1 ده اللي هو ده، y equal 2 نكمل شوية كده مع ال y axis ونرسم عند ال y بتساوي 2 هنا اهي، ده الكلام ده برضو هيتقابل عند ال x بيساوي 2. فين الحتة اللي الشريحة فيها شمالها x بيساوي 1؟ فين الشمال x equal 1 اللي هو ده، ويمينها معادلة ده، يبقى هو بيتكلم على انهي حتة؟ الحتة دي الواي فيها بتتحرك من 1 لحد 2، ادي الجزء ده. لكن بيقول لك بعد كده قلبت او مش قلبت، كمل على شريحة تانية خالص. معادلة x equal y على الاثنين، x equal y على الاثنين يعني الواي بيساوي 2 x، صح؟ تبقى على الشمال ولا على اليمين؟ صح، هي المنظر ده. طيب وهنا بيقول لك الواي من اول واي ايكوال 2، ادي واي ايكوال 2 اللي هي دي. الحقيقه هنا معلش ومكمل معانا شويه كمان، تعالوا نطول الواي اكسيز. هو بيقول لك لحد واي بيساوي 4، فالواي بيساوي 4 يبقى هنا هنوصل لحد نقطه اكس بيساوي 4 عشان بيقطع الكلام ده عند واي ايكوال 4. دي معادلة خط x equal y، يبقى طبعا عند x equal 4 وهنا x equal y على الاثنين، يبقى عند 4 هتوصل عند كام؟ عند الاثنين، يبقى هو بيقطع عند نفس النقطة دي. خلينا نخلي دي x equal 2. طيب حد بقى فاهم كده هو عمل ايه؟ من هنا لهنا أخذ الشريحة دي، طب بعد كده أخذ أنهي شريحة؟ من هنا لهنا اخذ الشريحه اللي هي دي اللي هو الكيرف ده، واليمين x equal 1 ده انا تهت، دي الحته دي x equal 1 لحد الشريحه بتاعت، ودي معادله خط x equal y. يبقى هي الشريحة كانت مكملة معانا كده، تمام. بعد كده كمل ورا الشكل ده، يعني ده كان الأول هو الشكل ده بالنسبة لنا، صح؟ بعد كده كمل الكيرف التاني بس قلبت بقى، بدل ما على الشمال x equal 1 بقت على الشمال هنا x equal، سوري هي دي كانت كلها معانا كمان المثلث ده، صح؟ عشان x equal 1 و x equal y. بعد كده هي في حاجة في الرسمة غريبة شوية بس ماشي، ما علينا. المهم انتوا فاهمين يعني ان هي بعد كده هي مفروض لو هي دي طالعة صح كده، ثانية واحدة كده معلش اظبطها. هي عند x equal 1، عند x equal 1 ال y هتساوي 2، صح كده؟ يبقى عند ال x equal 1 ال y هتساوي 2 في الكيرف ده اللي هو كده مظبوطة، وعند x equal y هتساوي 1 و 1 كده ظبطت، صح؟ كده ظبطت. يبقى هنا عند الشمال x equal 1، شمال x equal 1 اللي هي دي، ويمينها x equal y، يبقى هو بيتكلم على الريجن دي، تمام كده؟ طيب هيكمل بعد كده هيبقى شماله مين؟ شماله x equal y على الاثنين اللي هو الجزء ده، x equal y على الاثنين هي دي، ويمينه x equal 2 اللي هي برضو دي متشفتة. معلش لحظة كده، هي دي عند 2 طبعا هيبقى معادلة ال y بتساوي 2 برضو، وعند ده هيساوي 4، مظبوط كده؟ ظبطت كده؟ يبقى هو في الاخر عايز يعمل التكامل على الجزء ده. طب الجزء ده الحقيقه هو لو انا كنت قلبت حدود التكامل خليته في الواي، حد عارف هيبقى
خليت التكامل الاول دي واي بعد كده دي اكس. هي اصلا تكامل لين اكس على اكس هو صعب. حد عارف ساعتها الواي هتبقى من كام لكام؟ ايوه، لو نضفت كده الجزء ده وجيت اخدت الشريحه كده هيبقى من اول واي ايكوال تحت خبط في واي ايكوال اكس وفوق واي ايكوال 2 اكس. الحته دي الاكس بتتحرك من كام لكام؟ من واحد لحد كام؟ لحد اكس ايكوال 2 بالظبط كده. التكامل ده سهل ولا صعب؟ سهل جدا. هتكمل في الواي طلع لك واي 2 اكس ناقص اكس باكس، هتشيل الاكس مع الاكس هيفضل لك تكامل لين اكس دي اكس زي ما عملناه المره اللي فاتت، اللي هو بيطلع لك اكس لين اكس ناقص اكس. قادرين اكتر من كده ولا فيصتوا؟ انا قشطه يعني، هكمل معاكم الشيت لحد الاخر. الناس لو مش قادره عايزين تمشوا مش انا ممكن اكمل، لو انتوا عايزين تسجلوا بس بقيه حاجات فيديو، لو مش عايزينها فيديو كده كده ابعت لكم البتاع. طب هقول لك على حاجه، خلينا بس نحل. هي اصلا كده كده في اسئله عشان تبقوا عارفين احنا اخرنا لحد سؤال 7، لان بيتهيألي من سؤال 8 الدكتور لسه ما حلتش معاكم او معانا. هو الاسئله الباقيه على فكره هي ابلكيشنز، بقيه الاسئله هي ابلكيشنز اصلا. انا بس هكتب لكم الفورمولا كده. ده ايه؟ لا ده هبقول لك ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الدرافت بتاع رساله الماجستير، بس انا عشان طابع الرساله 5000 مره فقلت اعمل ريسايكلينج للورق. فمن ضمن ورق الماجستير بيكون فيه فعلا السي في. شفتوه؟ يعني دي الورقه بتاعت الرساله من بره المشرفين بتوعي. دي بقى فناقشت الماجستير الحمد لله. عقبالكم كده ان شاء الله. او بعيدا عن السكه الاكاديمي. طيب السؤال بس 4 كده انا هكتبه لكم كده بسرعه لان في اسئله اللي هي الابلكيشن. بيقول لك هات السنتر بتاع الماس وبيديك الماس دنسيتي. عشان تجيب الماس ويديك الدنسيتي يعني انت بتكامل على السيجما بتاعتك اللي هو بيديها لك دي اللي هي الدنسيتي على الريجون ار اللي هو بيديها لك. دي ايه؟ من الاخر هي دي الايكويشن يعني. فهنا مدي لك السيجما هي 4 اكس جرام بير سنتيمتر سكوير. طبعا انت جرام سنتيمتر سكوير عشان تحوله الماس، يعني انت نفسك تضرب في حاجه سنتيمتر سكوير عشان يبقى عندك جرام اللي هو اكنك بتنتجريت عشان تضرب في اريا. ده التكامل ده بيقول لك هنا هو باوندد ما بين واي ايكوال اكس سكوير وواي بيساوي اكس زائد 2. يعني حد عارف احنا هنعمل ايه؟ نرسم الاثنين دول مع بعض بالظبط كده y equal x سكوير x زائد 2 يعني y بتساوي عند x بيساوي 0 ال y بتساوي 2 عند 2 هنا يبقى ال x هتساوي جذر 2 وعند ال y بيساوي 0 ال x بتساوي ناقص 2 يبقى هو هتلاقوه خط عامل كده. طيب هنلاقي فين الجزء الباوندد ما بين الاثنين دول؟ مفيش غير الجزء ده. اسهل حاجه ناخد الشريحه فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. لو خدتها هوريزونتال هتلاقي هنا قلبت. فالاسهل ان انت تاخد الشريحه في الدي اكس دي واي بتاعت 4 اكس شمالها اكس ايكوال سوري فيرتيكال دي واي دي اكس صح دي واي دي اكس. هنلاقي معادلة تحت واي ايكوال اكس سكوير وفوق معادلة اكس زائد 2. طبعا هتجيب البوينت اوف انترسكشن هنا دي. انا خلاص عرفت جذر 2 امتى الواي ايكوال اكس سكوير. هتحط اكس سكوير ايكوال اكس زائد 2 اكس سكوير ناقص اكس ناقص 2 ايكوال 0. اللي فوق ده لا لازم نجيب ده مع ده صح. يبقى هو هيجيب لي النقطتين هنا بالظبط ديت اللي هو اكس ايه؟ اكس ناقص 2 واكس زائد 1 تقريبا. هي دي. يبقى الاكس بتساوي 2 واكس بتساوي سالب 1. يبقى هنكمل من سالب 1 لحد مين؟ هتلاقوا النقطه دي هي اكيد السالب 1 ودي هي الاثنين.
دي سالب جذر 2 لكن دي هي 2 تمام كده. كده جبنا التوتال ماس، لما تجيب دواء لما تحل التكامل ده يبقى انت جبت الماس بتاع الحاجه دي. طيب انا هاخد بس سؤال مختلف، سيبنا كده سؤال 6 هو بولر كووردينتس حلينا عليهم شويه. 7 هاخد حته بس كده بيقول لك سيكتور قطعناه من ديسك، هتكلم عليه بس بسرعه كده اخر سؤال، وبقيه الاسئله ممكن نبقى يعني هبقى احلها برضو واديها لكم يعني. هو بس السؤال ده فيه فكره كده بسيطه كده، ان هو بيقول لك انتجريت الاف اوف اكس وواي، بيديك دلوقتي الفانكشن كده صراحه بيقول لك هي جذر 4 ناقص اكس سكوير، بيقول لك هو سيكتور مقطوع من ديسك اكس سكوير زائد واي سكوير اصغر من او بتساوي 4. هي دي معادله مش دايره، معادله ديسك. حد عارف الفرق ما بين الديسك والدايره؟ اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال 4، يبقى هي معادله اصلا دايره بس انت معاك كل الجزء اللي هو ايه؟ اللي جوه. سيركل معناها هي حاجه هلو يعني حاجه فاضيه من جوه، لكن دي انا معايا كل ده. طيب بيقول لك هو الحته الصغيره اللي انت قاطعها من اكس سكوير زائد واي سكوير اصغر من او بتساوي 4 بيديك 2 ثيتا دلوقتي. بيقول لك قطع بثيتا ايكوال باي على الاثنين اللي هي دي صح كده؟ ومقطوعه بثيتا باي على 6. حد عارف مين الباي على 6 دي؟ ايا كان يعني قطعناها كده هي الباي على 6 اكيد اصغر من الباي على الاثنين. طبعا هي دي اصغر ثيتا عندنا اللي هي ثيتا بتساوي 0. هو في الاخر عايز يجيب الاريا بتاعت مين؟ الجزء ده. هي مديك كل حاجه اصلا في السؤال ده، هو سؤال دبل انتجريشن بتاع جذر 4 ناقص اكس سكوير دي اي على ريجون ار، احولها انا 4 ناقص اكس سكوير احولها على طول لايه؟ ار دي ار دي ثيتا جذر 4 ناقص ار كوساين ثيتا، خليها كده زي ما هي 4 ناقص ار سكوير كوساين سكوير ثيتا. الار من كام لكام؟ من 0 لحد معادله دي عند 2 اكيد صح؟ مش معادله، الحدود بتاعت التكامل بتاعت الار. طالما هي دايره كامله يبقى انت هتوصل من 0 لحد اكبر ار عندك اللي هي بالاثنين الثيتا اللي هم مديهم لك الحقيقه من باي على 6. طبعا التكامل ده هيبقى سهل عشان عندك هنا ار سكوير وعندك هنا ار، وترفع الباور بتاع اللي جوه بواحد. نكملها نكملها بالمره، هنضرب دي في 2 ونضرب هنا في نص. معادله جذر عشان يبقى اللي بره خلينا هنا معلش كده نضربها كده ما بين قوسين في 2 وهنا نضرب في نص، هنخليها طبعا ناقص 2 وناقص نص، يبقى ده هقول 4 ناقص ار سكوير كوزاين سكوير ثيتا، ارفع الباور بواحد بتاع النص هيبقى ايه؟ 3 على 2، واضرب في 2 على 3 وفي بره سالب نص، ده هيروح مع على ده. كل التكامل ده في الدي ثيتا، الثيتا من باي على 6 لباي على 2. الار بتاعتنا ما ننساش نعوض بيها من كام لكام؟ من 0 ل 2. من 0 ل 2 يعني دي هتبقى 4 ناقص 0. يعني الكلام ده هنعوض مره بالاثنين، يعني 4 ناقص 4 كوزاين سكوير ثيتا بصفر يعني ناقص 4. الكلام ده ارفع له الباور ب 3 على الاثنين. ما ننساش طبعا كل الكلام ده مضروب في ناقص ثلث، بعد كده اعمل له تكامل بالنسبه للدي ثيتا. طبعا الاربعه دي هتروح مع سالب الاربعه ده، السالب ده ممكن تطيره مع السالب ده، 4 تو ذا باور 3 على الاثنين في كوزاين سكوير ثيتا على 3 يعني كوزاين تو ذا باور 3 ثيتا. بالانتجريشنز اللي هي اللي كنتوا بتاخدوها قبل كده فاكرها، كوزاين في كوزاين سكوير وتفك الكوزاين سكوير 1 ناقص ساين سكوير، تبقى حاجه في تفاضلها تقعد تلعب اللعبه دي. طبعا الموضوع انا عارف ان هو غمق معاكم دلوقتي، علشان يبقى اللي بره تفاضل ده صح. كونك ان انت وصلت لحد دلوقتي وبتقول الكلام ده يبقى انت هايل ده بجد يعني، عشان كل الناس انا عارف ان هو فصل.
شكرا.